يا هلا والله بالجميع. معكم انرجي. كيف حالك يا جوجو؟ الحمد لله. المتابعين قاعدين يقولوا يا وجيه لو سمحت نبغى نشوف جود كثير، ايش ذا كل 5 شهور مرة ما ينفع. طيب عادي تصوروا كم مرات، عادي تشوفوني في السناب، عادي اشوفكم في السناب. سناب حلو. طيب يا جماعة زي ما انتم عارفين بين كل فترة وفترة لابد ايش يكون في شطحة في القناة كذا، وعادة الشطحة دي تكون بجوار بنتي جود. وعندنا الكرتونة يابا عمو لبابا الظهر فيها العاب خفيفة كأنها بعد ما ففيديو اليوم برعاية تويزر الله يعطيهم العافية، أرسلوا مجموعة هدايا بمناسبة اليوم الوطني لجود، وبرضو إيش مسوين عروض مناسبة لكم. فيب مسوين عروض مرة حلوة لليوم الوطني، راح أترك لكم حساباتهم وراح أترك لكم تفاصيل كثيرة عنهم في صندوق الوصف، وبرضو راح أعرض لكم بعض الأشياء هنا في الشاشة. يا جماعة عندهم 4 فروع في جدة، فرع في حي الأجاويد، وفرع في حي الحمدانية، وفرع في حي الفيحاء، وفرع في حي السلامة، وعندهم توصيل في متجرهم الإلكتروني وين ما كنت في السعودية راح يوصلوك، ادخل على المتجر الإلكتروني تبعهم راح تلقوا برضو تفاصيله في الوصف، راح يوصلوها لكم وين ما تبغوا. عندهم منتجات كثيرة ومناسبة لكل الأعمار. والآن راح نفتح الصندوق اللي ارسلوه تويزر انا وجود، واللي ترى هذا كله لك انت. اصبري جابوا الهديه اللي انا بطله. يا سلام عليك. اوكي ما راح تشوف الصندوق. إيه بس انت ما راح تشوف ايش في الصندوق، انا راح افتحه واطلع لك اياه وانت تشوفي. اوكي انا بغمض. لا مو لازم تغمضي عادي. طيب كيف الروضه معك يا جود؟ حلوه. ايش تعلمتي في الروضه؟ حروف. اها حروف انجليزيه. حكيهم عن الروضه. انا اليوم رحت الروضه. بس رحتي الروضة؟ أي. مين اللي يوديكي كل يوم الروضة؟ بابا. يس. اوكي يا جوجو مستعدة يا جوجو؟ ايوه. هذه الهدية الأولى. واو. وهذه الهدية الثانية. وهذه الهدية الثالثة. وهذه الهدية الرابعة ما شاء الله. وهذه الهدية الخامسة ما شاء الله، كل واحدة أثقل من الثانية. وهذه الهدية السادسة. وهذه الهدية السابعة. وهذه الهدية الثامنة. وهذه الهدية التاسعة. طاح الشر طاح الشر، بسيطة بسيطة. وهذه الهدية الأخيرة اللي ما أدري إيش هي بس من حجمها. نفتحها كلها. يس اوف كورس. فيا يعطيهم العافية. أنا اختفيت أنا اختفيت. بنفتحهم واحدة واحدة. أول حاجة يا جوجو إيش تقولي لتويزر؟ شكرا أنا أحب هديتي. أبشر بالزودة أبشر بالزودة. عشان كذا جبنا مشرط. إي يا حبيبي يدك يدك وخلي يدك على المشرط. أحبها أحبها. حتفتحي حتفتحي تشوفي إيش في جوا. اصبري. لحظة لحظة. هذه الهدية الأولى من تويزر راح تكون واو. ايش هذه يا جوجو؟ اصلا انا احبها. طيب خلي الناس يشوفوها وريهم متابعين. هذا فيجر لانا من فيلم فروزن، وفيجر لإلسا من فيلم فروزن. حط اللي فكيناهم هنا. الهدية الثانية. يلا انا بفتحها. والله تويزر متكلفين الله يعطيهم العافية. هم مسويين تغليف وشغل. عشان انا بطلع في الروضة. حاجة تبيض الوجه صراحة. عشان انا بطلع في الروضة جابوا لي هدية. والله جابوا لك هدية لانك انت جود. بس. قالوا هذه الهدايا عشان جود. عشان انا طلبت الروضة. اوكي. اوكي الهدية الثانية ليجو برضو. فيلم فروزن عبارة عن شخصيات فروزن او على الاقل إلسا والجميل الشيء الغزال حقهم ايا كان الحيوانات حقهم برضو عايش من بس هذه ليجو مش فيجرز يعني هي تركبها وتبنيها بنفسها هذه انت تركبيها وتبنيها بنفسك ما في شيء جاهز تايزر شكرا اللي بعد اوكي سوبر ماريو اوكي الاثنين سوبر ماريو اصلا ليجو من اللي سوبر ماريو يا فيري نايس واضح انه قدامك شغل كثير في الليجو واضح انك حتركبي وتبني كثير يا جود بابا الثانيين نحطهم هنا ما في مكان اوكي ياي انا الثانيه الاولى جاب لي هديه كثير ما شاء الله اوكي وهذا المنتج خاص بصناعه الفخار برضو ايش يخلي الاطفال يتعلموا على صناعه الفخار كيف معجون انت علمني يا هعلمك في معجون وزي كذا والجهاز نفسه يعني بتكون تجربه حلوه صراحه للطفل وجوجو بتنبسطي فيها صراحه لكن هي
بتحط على ملابسي؟ لا ما عليك نحط لك مريلة. الله صعبة. اوكي الهدية اللي بعدها. افتح؟ لا لسه. في ظلام. تادا. والله عدم الدنيا. والله يا جماعة انها حاجة كثيرة بس شايف فيها الوان. خلاص بعدين نوريهم كل هذه الاشياء. دقيقة، اتوقع انه ذا الجهاز او ذا المنتج تحط جوته اي قطعة قماش وتلونها بحيث تطلع كذا بشكل مرة رهيب او غريب او بعدين يعني في ميكس مميز. بعدين هذه لعبتي. انا عارف ان لعبتك على اساس لعبتي. لا مش عليك. ما عليك. اوكي خلينا نشوف الهدية الصغيرة. ذي اول شيء ايش فيها؟ ايش هذا يا ترى؟ اوكي اوكي ساعة. لا اسوره مرة. اسواره يب. انا افتحها. وش الحين تبي تلبسيها الحين؟ اوكي بما انها صغيرونه. انا احبها كمان. اوكي والله حاجه مره حلوه للطفل. ليش؟ لانه مو بس على طول يلبس، لا فيها حاجه قبلها تركبها برضو عن طريق الليجو. تجيك فيها زي الليجو صغار او زي المكعبات وتركبها عليها واحده واحده وبعدين تلبسها. لذلك الموضوع مره مطول يا جوجو. ابا واحده بس. بعد التصوير انا اركب لك اياها انا وماما وتلبسيها. اوكي ما بيتها. اوكي يلا نشوف هديه الثالثه الصغيره. في هديه صغيرونه هنا، ايش بتكون يا ترى؟ والله اتوقع انه كمان ليجو. اوكي ميدالية تتعلق على الشنطة على شكل تقريبا حيوان اليف او كلب يب. حلوة تعلقيها في شنطتك ذي. طيب وين شنطتي؟ شنطتك حق المدرسة. ايوه لا والله بعدين ما اقدر اشيلها. خفيفة تتعلق عليها. طيب الهدية اللي بعدها يا جوجو هذه سلايم. سلايم يا ويلي من السلايم. شو مرة تحب السلايم؟ بس المشكلة مو هنا، المشكلة انه السلايم خطير. إذا نحط في يد طفل خطأ يا ويلك. مين؟ أنا رجال؟ نو. بعد كذا الهدية المميزة دي تغليفتها غريبة بس شكله ايش هو المنتج كذا؟ قاعد يعطي أبو الورقات. بيبي بانج. ايش اسمه؟ بيبي بانج. اسمها ال او ال يا بنتي. لا ما ندري ليش تسميها بيبي بانك بس اوكي. اتوقع انه داخلها دميه من الدمى تبع ال او ال شخصيات ال او. اسمها بيبي بانك. اوكي بيبي بانك ماني عارف ايش يعني بيبي بانك بس بروح اجاريكي. I will keep up with you my love. اوكي مفكت بس والله. اوكي دميه صغيره من ال او ال. اوكي يفترض انه ذي الشخصيات مره معروفه في عالم الاطفال بس بالنسبه لي والله ما ادري ايش هي. بس جود عرفتها تقول بيمبي بانك فيب بتشوفيها بعدين حبيبتي. الاولى والهديه الاخيره من تويزر باربي. باربي طبعا باربي هذه فيها شيء مره مميز. النوعيه هذه من باربي جديده ولها طريقه، يعني اصلا انت ما راح تدري. اوكي هي باربي، هي لعبه شخصية من يعني شخصيات باربي. يعني شوفوا بابا لحظة إذا كان ما عنده عيون ولا حاجة. لا مو كذا. هذه يا حبيبتي تحطيها جوة الموية. أيوه. وبعد فترة لما تحطيها داخل الموية تبدأ تبان إيش هي ويبان لون شعرها ويتبان تفاصيل كثيرة فيها. طبعاً ترى مرة مشهورة ذي اللعبة لأنها من باربي ولأنه طريقتها مرة رهيبة. دقيقة يا جودة بوريهم عشان يفهموا. ايوه ما في ملامح، ما في لون، ما في شيء كذا. دقيقة زي كذا تجي سادة ما في شيء. تحطيها في الموية بعدين تطلع لك واحدة من ذولي. تحطيها في الموية وتتركيها شوية تصحي تلاقيها واحدة من ذولي الأشكال. يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا. أنت وحظك فهمتي؟ لسه الحين ما بيبين معاك، لازم تحطيها جوة الموية. وهذا شعرها ما تجلس. صبغة شعرها تجلس كل شيء يصير بس مش الحين، بعدين بعد ما تتفكر. شعرها والأكسس الاكسسوارات الثانية تبعها. طيب صراحة ايش رايك يا جوجو في الالعاب الهدايا اللي ارسلوها لك تويزر؟ حلوة. حبيتيها؟ ايش تقولي لتويزر؟ شكرا يا تويزر. قولي للمتابعين لا انا بجيب لك هدية انا. كيف؟ بجيب لك هدية انا. انت بتجيبي لي هدية؟ يعني ما عندي اتصال، فانت عندك اتصال. يعني انا اجري الاتصالات بالنيابة عنك واجيب لنفسي هدية منك؟ لا يعني انت تديني جوالك وتتصل وانا اقول الو انا اجيب لبابا هدايا وبس. حبيبي شكرا.
لانك جبت لي هدايا انا اجيب لك هدايا. والله شوف انا اول حاجه يسعدني ويشرفني انك ايش تبغى تجيبيني تبغى تجيبي البابا هديه، والحاجه الثانيه هو انه الهدايا دي هتفتحيها كلها بعد شوي، والحاجه الثانيه انه الهدايا دي مش مني، الهدايا دي من طيب خلاص اقيل الهدايا هذه من تويزر ومني اوكي. فيب الله يعطيكم العافيه تويزر. راح شكرا يا تويزر، انت ادي البابا هدايا مني. وشكرا لكم اعزائنا المشاهدين على المتابعه، بالرغم من انه الفيديو يعني شاطح كل الشطحات عن المحتوى، ولكن لابد من شطحات زي كذا بين فتره وفتره فتعودوا على الشطحات. يعني بكره يعني بعد فتره ممكن تشوفوني انا وجود نطبخ مره ثانيه. احنا طبخنا بسم الله طبخنا مرتين، ممكن تشوفون أصلاً. ممكن انا وجود المره الجايه نسوي مناكير، انا اسوي لك مناكير ولا مناكير احط لك مناكير انا وهم يتفرج. فالله يعطيكم العافيه يا جماعه، الى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ايش تقولي لهم يا جوجو؟ شكرا يا وجيه. لا قولي لهم يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه، شكرا لكم يا وجيه. لا انا وجيه، كيف شكرا لكم يا وجيه؟ يعطيكم العافيه يا جماعه، نشوفكم في الفيديو القادم. لا تشتركوا في القناه اشتركوا في القناة، اضغطوا زر اللايك وانشروا المقطع، لا تفوتكم عروض تويزر. كان معاكم الوجيه وجود، اشوفكم في الفيديو القادم. يا حبيبي يا شيليها شيليها وريهم وريهم وريهم. هذه مين؟ ليلي. هاي نزليها. باي باي. سكر عليها هدايا.